أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من النيل المباشر نستعرض فيها أهم الملفات على الساحة الإقليمية والدولية وبالتأكيد على الساحة المصرية. وبدايتنا بملفنا الأول في هذه الحلقة، الرئيس السيسي وجه بقيام صندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة، والحكومة تبدأ في تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا. الملف الثاني في هذه الحلقة أيضا يتعلق بكورونا، وهذه المرة عن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم تقترب من 2 مليون حالة، والإصابة تتجاوز 85 مليونا تزامنا مع بدء عدد من الدول العالم في توزيع اللقاحات ضد الفيروس. أما الملف الثالث والأخير، فتتواصل الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بتنحي نتنياهو لاتهامه بالفساد وسوء إدارة أزمة كورونا. في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، تسعى الحكومة جاهدة في العمل على توفير المستلزمات الطبية لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاحات ضد كورونا، كما تم تطبيق الغرامات على المخالفين للإجراءات الاحترازية من هذا الغرض. في مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. وفقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصة من الكوادر الطبية والحالات الحرجة والمزمنة والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. هذا وقد تفقدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد مركز طبي النزهة الجديدة، أحد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، للوقوف على الاستعدادات النهائية للمركز تمهيدا لبدء توزيع لقاح كورونا على الفئات المستحقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم صندوق تحيا مصر لتوفير اللقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية. كما تفقدت وزيرة الصحة التجهيزات بمركز تلقي اللقاح واطمأنت على تواجد الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية وثلاجات لحفظ اللقاحات وأجهزة كمبيوتر لتسجيل البيانات. كما بدأ من اليوم تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك على مخالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. وستحصل الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيها ممن يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة، وفي حالة الامتناع عن سداد الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه. مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني. دكتور محمد، بعد التحية، يعني قراءتك للوضع الحالي فيما يتعلق بأعداد الإصابة والوفيات بفيروس كورونا؟ الحقيقة الأعداد التي هي في تزايد نتيجة الأداء الخاص بكل مواطن. إحنا مع دخول الشتاء لا علاقة له بالرطوبة أو الحرارة، الفيروس لا علاقة له بالاثنين، لكن عادتنا ان احنا التهويه بتقل، التباعد بيقل، يعني العادات الانسانيه هي اللي بتختلف صيفا عن شتاء الحقيقه، فهو ده اللي بيؤدي الى زياده. علما بان التحور الحالي لم يؤثر على التطعيمات ولكنه اقل ضراوه واكثر انتشارا،
فهم دول السببين الحقيقيين وراء زيادة الأعداد الحقيقية. التوجه الحقيقي للتخلص من هذا الفيروس هو رقم واحد الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة، هو ده أفضل شيء ممكن نحصل عليه. طيب لكن التطعيمات في حينها، والدولة بتقوم بتقديم هذه التطعيمات، وإحنا لسه العالم كله في بداية التطعيم، يعني كل الدول بتبدأ وإحنا الحمد لله في بدايتنا وأدائنا إن شاء الله متميز، والدولة أعلنت عن وصول الجرعات الأولى من التطعيم لذوي الفئات الخاصة، الأطباء وأكثر الاحتياجا. طب دكتور، يعني كيف ترى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة مع خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا في 2020؟ الحقيقة كان الأداء عظيم جدا، والأداء متوازن ومحسوب بدقة، وأدائنا الحقيقي حول هذه الأزمة كان عظيم، وإحنا من أوائل الدول اللي أعلننا أن إحنا يعني هيبقى عندنا تطعيم بالرغم من حملات التشويه الخارجية، يعني من بعض الأطباء اللي هم بيقولوا أن التطعيم غير فعال، ده كلام براء طبي، وبعض الناس اللي بتتكلم أن التطعيم لن يكون فعال مع التحور، ده كلام براء أيضا، لأن كل الشركات تستطيع التعامل مع التحور الفيروسي في خلال من 4 لـ6 أسابيع. فإذا كل هذا الكلام هراء يعني، لكن أدائنا الحقيقة كان أكثر من ممتاز. طيب ومتوازن. طب هل حضرتك شايف أن الشارع ابتدى يشعر بالخطر وخطر كورونا وضرورة اللجوء إلى الإجراءات الاحترازية، والدولة يعني طبقت من اليوم موضوع الغرامة؟ في أوائل الدولة مدركة، لكن الشعب ده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا نطالب بالوعي الشعب، لان ما زال بعض الناس متجاهلة هذا الامر، وده اللي اوعد الى الحكومة انها تتخذ بعض الاجراءات القانونية، لان ده هو مش بيضر نفسه فقط، هو بيضر الاخرين واللي حواليه. ما ذنب الاخر اذا انت لم تلبس كمامة؟ يعني هل الغرامة سوف تكون رادعا للبعض؟ أتمنى ذلك. طب هل حضرتك تعتقد إذا ما كانت الغرامة غير فاعلة في التعامل، ضبط التزام المواطنين بارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، الإجراءات الاحترازية التي تنبه عليها الدولة أولا بأول، ما هي الخطوة التي تالي هذه الخطوة؟ يعني هل هنعمل يعني لا، ما فيش خطوة هتعملها، ماذا تعمل؟ يعني حتى سنيت القوانين وبتنفذ القانون، ماذا يمكن أن تفعل؟ ما الذي يمكن أن فعله؟ لا يمكن فعل أي شيء آخر. أنت خدت أقصى الإجراءات الممكنة واللي العالم كله بيتخذها، فأنت على المستوى العالمي من أفضل الناس اللي بتتخذ إجراءات حقيقية متوازنة. طيب كان هناك توجيهات من السيد الرئيس لصندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئات الأولى برعاية. هذا ليس بغريب يعني عن كيف السيد ترى الرئيس هذه الخطوة؟ ليس بغريب عن السيد الرئيس. السيد الرئيس اختار التنمية الحقيقية الشاملة، نحن في أفضل عصورنا وفي أفضل وضع للصحة المصرية الحقيقة، وليس بغريب عن السيد الرئيس. تمام. طيب يعني دكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، أشكرك جزيل الشكر يا دكتور محمد. شكرا ونتحول إلى الملف الثاني، والحديث مستمر عن كورونا، ولكن هذه المرة عالميا مع اقتراب حصيلة الوفيات بكورونا حول العالم من 2 مليون حالة وتجاوز الإصابات 85 مليونا. تبدأ بريطانيا غدا الاثنين حملة تطعيم ثانية، لكن هذه المرة بلقاحها المحلي استرانتيكا وأكسفورد، وفي إيطاليا تكتسب حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا أهمية كبيرة خاصة لكبار السن. بينما يواصل فيروس كورونا حصد الأرواح حول العالم لتقترب حصيلة الوفيات حول العالم من 2 مليون، بينما تجاوز عدد المصابين 85 مليونا، تباينت سبل مواجهة الموجة الثانية من الجائحة من دولة لأخرى. ففي السعودية أعلنت السلطات انتهاء العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية بعد حظر استمر أسبوعين وسط مخاوف من سلالة جديدة للفيروس.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن السلطات ستبقي على بعض القيود، منها مطالبة الوافدين من بلدان تنتشر بها السلالة الجديدة مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا بالبقاء 14 يوما على الأقل خارج هذه البلدان قبل دخول المملكة. أما الهند فرخصت لقاحين ضد وباء كوفيد-19، أحدهما اللقاح الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أوكسفورد، والثاني طورته شركة أدوية هندية. وأوضح المراقب العام للأدوية في البلاد أن اللقاحين تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة في قرار سيسمح بإطلاق حملة تلقيح مكثفة في البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، والذي يسجل أكثر من 10,300,000 إصابة ونحو 150,000 وفاة جراء الفيروس. وبينما تتسابق الدول خاصة الغنية منها لتوزيع لقاحات كوفيد-19، تظل الصومال المكان النادر حيث لم يأخذ الكثير من السكان فيروس كورونا على محمل الجد، وسط مخاوف من أن يكون ذلك أكثر فتكا مما يعرفه أي شخص، في ظل استمرار وقوع جزء من البلاد تحت سيطرة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة. فإن خطر تحول الفيروس إلى فيروس متوطن في بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها أمر قوي، ويخشى البعض من أن يغمر الفيروس السكان باعتباره حمى أخرى سيئة التشخيص ولكنها مميتة. وفي استراليا بات ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة إلزاميا بمنطقة سيدني الكبرى لمكافحة انتشار كورونا، وحذرت السلطات من أن أي خروقات للإجراء الجديد سيقابل بغرامة قيمتها $200 استرليني، أي ما يعادل $154 أمريكيا وفقا لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز. أما تايلاند فقد أحجمت حكومتها عن إصدار أوامر بإغلاق الأنشطة التجارية على مستوى البلاد وسط موجة جديدة من الإصابة بكورونا، لكنها فوضت بعض حكام الأقاليم باتخاذ ما يرونه من إجراءات وقيود تتناسب مع الوضع لديهم، وناشدت المواطنين عدم السفر، وذلك مع ارتفاع أعداد الإصابات. ومباشرة من العاصمة الإيطالية روما ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد، بعد التحية، هل بدأ المواطنين في إيطاليا بتلقي اللقاح، وكيف هم كيف استقبلوا هذا الأمر؟ هل هناك حالة من الاطمئنان لدى المواطن من تلقي اللقاح؟ تحياتي للجميع. بالنسبة للقاحات في إيطاليا، بدينا بالموجة اللقاح في 27/12 مع جميع الدول الأوروبية تقريبا. في إيطاليا للأسف ليس كثير من الأطباء والممرضين والسكان راغبين في اللقاح. في عندنا نسبة منخفضة كثيرة في محافظة مثلا لومباردية ومحافظات ثانية. في محافظة اللاتسيو تقريبا أزيد من 20,000 شخص عملوا اللقاحات. عشان هيك لماذا التخوف من أخذ اللقاح من جانب الفئات الطبية وغيرها؟ نعم، هذا بالنسبة لي غير جيد. ليش؟ لأنه للأسف في الأيام السابقة كان كثير من المعلومات ومن الأخبار ومن التصريحات غير دقيقة. عشان هيك في عنا أشخاص كثيرين مثلا بدوا في الأطباء والممرضين وعاملين في مجال الصحة الحكومي وليس الخصوصي. كثيرا من الأطباء الذين يعملون في مجال الصحة الخصوصية بدهم يعملوا اللقاح. عشان هيك لازم إيطاليا تشجع جميع الأطباء والممرضين والمسنين، خصوصا بعد جيل 80 أو 75 سنة بإجراء اللقاح، لأنه اللقاح حسب رأيي مهم لمقاومة كورونا فيروس، بس في نفس الوقت نذكر لحاله بقدرش يقاوم كورونا فيروس وإذا بنستمرش
في البروتوكولات العلاج والنصائح والإرشادات. طيب، يعني هناك اقتراب حالات الوفيات من العالم إلى 2 مليون حالة وفاة و85 مليون إصابة، كيف تقرأ هذا الرقم؟ وهل تستطيع اللقاحات المختلفة أن تتعامل مع فيروس كورونا وتقلل من هذه الحالات؟ نعم، بالنسبة للقاحات والإصابات اليوم، لأنه اللقاحات بدينا فيها في 27/12 أو يعني في المدة الأخيرة، لازم نوضح من ناحية طبية وصحية شو سبب ارتفاع عدد الإصابات، لأنه قوة الفيروس انتشر والانتشار صار بين الشباب والمتوسطين العمر وليس بين المسنين، عشان هيك في المدة الأخيرة كان عدد الإصابات ما الذي جعل يعني عدد الإصابات بين الشباب متوسط العمر هي الأكثر ارتفاعاً في الآونة الأخيرة؟ لأنه تغير الفيروس صار أن انتشاره أقوى وصار أزيد انتشار بين الشباب والمتوسطين العمر ويوصل إلى المسنين، بس في نفس الوقت لا يسبب أعراض خطيرة مثل المرحلة الأولى للموج الكبيرة، عشان هيك لازم نستمر باستعمال الكمامة بطريقة جيدة وجميع النصائح والإرشادات. تغيرات الفيروس وصلت أزيد من 22 مرة، آخر تغير في بريطانيا إحنا ذكرناه في إيطاليا في شهر 9 قوته ازدادت 13 مرة بالانتشار. ما معنى ذلك؟ يستطيع أنه يدخل إلى الخلايا في جسم الشباب والأطفال والمتوسطين بالعمر أزيد من المرحلة الأولى، كان صعوبات للفيروس لأنه الجهاز المناعي المناعة قوي وكان يقاوم الكورونا فيروس في أول مراحل دخوله إلى جسم الإنسان. طب دكتور فؤاد، يعني كيف تقرأ تصريح منظمة الصحة العالمية بأن هناك بوادر انتصار على فيروس كورونا؟ هل يعني هذا التفاؤل من جانب المنظمة هو راجع للقاحات؟ هل اللقاحات سوف تقضي على فيروس كورونا وتجعلنا لا نستخدم الكمامات مرة أخرى؟ أم أننا مستمرون مع اللقاحات ومع الفيروس لسنوات عدة؟ أنا حسب رأيي منظمة الصحة العالمية يعني كل يوم لها تصريح، عديد من هاي التصريحات واحد ضد الثاني. ليش؟ لأنه إنه الواحد يقدر متفائل، لازم يقدر متفائل دائما والأخبار الإيجابية، بس في نفس الوقت لازم نقرأ الصورة من ناحية واقعية. اليوم المنحنى ينخفض، بس ينخفض مش بسرعة زي ما كان انخفض في المرحلة الأولى، وهذا بنتيجة إنه الانتشار موجود في كثير ولازم نقاوم هذا الانتشار. منظمة الصحة العالمية لازم تراقب جميع اللقاحات وتكرر من اللقاح المفيد ومن اللقاح المش مفيد، ولا تلعب لعبة سياسية واقتصادية وتسمح فقط لفايزر، لقاح فايزر. ليش؟ لأنه بنعرف إنه لقاح فايزر مفيد بس غير سهل استعماله في الدول العربية وأفريقيا، عشان هيك لازم نستعمل اللقاحات الثانية اللي استعمالها أسهل وأرخص. صحيح. طيب دكتور فؤاد، يعني سؤال مباشر، يعني البعض يتحدث بأن اللقاحات هي مرحلة للتعامل مع فيروس كورونا وأنها الشخص يحتاج إلى أخذ مزيد من هذا اللقاح أكثر من مرة، هل هذا الأمر يعني هو أمر طبي أم أن الأمر يحتاج إلى اللقاح مرة واحدة سواء بجرعات المختلفة مرتين أو ثلاثة وتنتهي الأزمة مع كورونا؟ هل هذا الأمر تم حسمه؟ هذا ما يسأله الشارع يعني. نعم، بالنسبة لهذا السؤال يعني مهم إحنا إنه طريقة الوصول إلى اللقاحات، بنعرف إنه لقاح فايزر ولقاح موديرنا استعملوا اسلوب mRNA وبحاجة لجرعة واحدة وجرعة ثانية او جرعة اولى وجرعة ثانية. الاعراض تبدأ بعد الجرعة الاولى في
لقاح فايزر في لقاح موديرنا بتبدا بعد الجرعه الثانيه. عشان هيك حسب رايي اليوم لازم العالم بحاجه لتصريحات شفافه وبحوث اللي تشير انه اللقاح مفيد، في نفس الوقت استعمال لقاحات سهله للتخزين والرخيصه بالنسبه للثمن والوصول الى جميع الدول. واذا احنا بنلقح بنعطي اللقاح فقط لبعض الدول او بعض الفئات من الدول هذا غير مفيد، لازم نوصل ل 70% من تطعيم في العالم للشعوب للقاح عشان نقاوم كورونا فيروس. طيب يعني حتى أن نصل الى هذا الامر، ما هي نصائحك الى المواطنين في انا نصائحي انه لازم منظمه الصحه العالميه تعمل لجنه مستقله اقتصاديا وسياسيا تراقب جميع اللقاحات اللي تم اعلانها. في عندنا 6 لقاحات اللي بنتكلم عنها، اللقاح الصيني، اللقاح الروسي، الفايزر، اوكسفورد، جونسون جونسون، وموديرنا، واثبات مين اللقاح المفيد، مين اللقاح اللي عنده اعراض جانبيه، مين اللقاح اللي بنقدر نستعمله في سهوله، ونبدا نعطي لجميع الدول. لانه اليوم احنا بنلاحظ فقط اللي عنده يعني امكانيه من ناحيه ماديه انه يشتري اللقاح بيشتري اللقاح وعمل عقود واتفاق مع شركات الادويه، بس في نفس الوقت احنا لازم في اسرع وقت ممكن نوصل اللقاح الى الجميع وليس فقط لبعض الدول في العالم. شكرا جزيلا ليك دكتور فؤاد عوده رئيس الرابطه الطبيه الشرق اوسطيه، كنت معنا عبر الهواء مباشره من روما. اشكرك جزيل الشكر يا دكتور فؤاد. لا نزال مع مرافق كورونا، وهذه المره ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور حسام الدين الخراط اخصائي التخدير والانعاش بمستشفى الملك خوان كارلوس بمدريد باسبانيا. دكتور حسام بعد التحيه، يعني كنا نتحدث منذ قليل مع الدكتور فؤاد من ايطاليا حول اعداد الوفيات واعداد الاصابه التي اقتربت من 85 مليون اصابه حول العالم. الى اي مدى قد يرتفع هذا المعدل خلال الفتره القادمه او ينخفض نتيجه لتوافر عدد من اللقاحات حول العالم؟ ما هي وجهه نظرك سيدي؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام وبركاته. نعم، هنا في اسبانيا بدات السلطات تتكلم عن موجه ثالثه بعد ان سيطر على الموجه الثانيه التي يعني كانت اسوء الحال في شهر 11. الان بعد احتفال راس السنه بدات ان تزيد الحالات مره اخرى، فلذلك بداوا يتكلموا عن موجه ثالثه. المشكلة أن التلقيح صح أنه بدأ منذ أسبوع، ولكن النتائج لن نراها حتى يمضي بعد يعني حوالي 3 أشهر أو 6 أشهر، لأن ممكن هذا يأخذ وقت كي يعني ملايين من الناس تنتظر هذا اللقاح، وأيضا اللقاح لابد من يعني يعطى مرتين، فهذا يعني حتى الصيف لن نرى النتائج يعني ونشعر بان الحالات في المشافي بدات ان يعني ان تخف بشكل جيد يعني. طب دكتور، مع في ظل الاجراءات الاحترازيه اللي بتتبناها دول العالم المختلفه، البعض ينصح بنوع معين من الفيتامينات لابد ان تاخذها، زنك، فيتامين سي، ما الى ذلك. هل حضرتك الى اي مدى بتشجع هذا الامر؟ نعم، نحن سمعنا هذه الآراء، ولكن لم نرى نتائج يعني أن نستطيع أن تقول أنها يعني أثرت يعني بشكل جاد على 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 المرض. يعني أهم شيء الناس أن تتخذ يعني كل إجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة وغسل اليدين، وكل هذا يعني أهم بكثير من أن الواحد يأخذ فيتامينات أو شيء من هذا القبيل. طب الوضع في أوروبا بشكل عام، يعني هل الأعداد تم السيطرة عليها أم أن الأمور في الدول الأوروبية أو في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى مزيد من الإجراءات الصارمة؟ أظن الوضع يختلف من بلد لآخر. مثلا هنا في إسبانيا الموجة الثانية بدأت مباشرة يعني بعد انتهاء الصيف، أو ربما يعني
حتى يعني قبل ما ينتهي الصيف، لان يعني كما تعرفون هنا بلد سياحي، فاثر كثير هذا بان يعني تبدا الموجه الثانيه بشكل سريع. بقيه البلاد كانت تنظر الى اسبانيا كانها يعني بلد يعني لا تلتزم بالاجراءات او شيء من هذا القبيل، وعندما راينا ان اسبانيا بدات ان تخرج من الموجه الثانيه راينا ان بقيه البلاد في اوروبا بدات في الموجه الثانيه. فربما الان نجد ان الوضع يعني مسيطر الى حد ما في اسبانيا، ولكن في غير بلاد كما المانيا او بلاد شمال الاتحاد الاوروبي ربما الوضع ما زال يعني سيء للغايه. طب هل هناك من ربما ادويه وقائيه قد تعلي من المناعه او ما الى ذلك تنصح بها دكتور؟ يعني اهم شيء هو كما قلت لكم يعني الاجراءات الاحترازيه. عفوا، الاجراءات الاحترازيه، الكمامه، التباعد الاجتماعي، هذا 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 اهم شيء. طبعا هذا اهم شيء، يعني لابد من ان الشعوب توعى لهذا الشيء. طبعا يعني نحن نفهم ان الحياه لابد من ان تستمر والعمل والدراسه وكل هذا، ولكن الناس عليهم ان يحاولوا التباعد الاجتماعي ووضع الكمامه وغسل اليدين، كل هذا كل هذه الاجراءات ستصعد من انتشار الفيروس. طب دكتور سؤال اخير، يعني بريطانيا لجأت الى لقاح خاص بها اعلنت عنه خلال الايام الفائته، يعني لماذا توجهت بريطانيا الى انتاج لقاح خاص بها، وهل هناك بيانات او مؤشرات عن هذا اللقاح الجديد؟ نعم صح ان بريطانيا بدات بلقاح فايزر منذ شهر، بدات قبل بقيه البلاد، ولكن هذا نفس اللقاح بدا ان يصل الى بقيه البلاد. مثلا في اسبانيا بدا اللقاح منذ اسبوع، فاظن يعني نحن سنتبع نفس خطوات بريطانيا ولكن يعني شيء متاخرا يعني. تمام. الدكتور حسام الدين خراط اخصائي التخدير والانعاش بمستشفى الملك خوان كارلوس بمدريد اسبانيا، شكرا جزيلا لك يا دكتور حسام. والى الملف الاخير في هذه الحلقه، ففي اسرائيل تتواصل الاحتجاجات للمطالبه بتنحي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتهامات بالفساد ضده وسوء ادارته لازمه فيروس كورونا. ومن المقرر أن تجري إسرائيل انتخابات رابعة خلال عامين في مارس المقبل، حيث ستكون بمثابة استفتاء آخر على نتنياهو، حيث يواجه تحديا من جانب منشقين من داخل حزبه الليكود. وصل المئات من المحتجين الإسرائيليين دعواتهم بتنحي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتهامات بالفساد ضده وسوء إدارته لأزمة فيروس كورونا. المحتجون احتشدوا في ميدان بالقرب من مقر نتنياهو بالقدس المحتلة، حيث يتظاهرون منذ أشهر مطالبين باستقالته. ومن المقرر أن تجري إسرائيل انتخابات رابعة خلال عامين في مارس المقبل، حيث ستكون بمثابة استفتاء آخر على نتنياهو، حيث يواجه تحديا من جانب منشقين من داخل حزبه الليكود. عملية التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا يستغلها نتنياهو وحلفاؤه في محاولة للتقليل من شأن المحتجين وقضيتهم، بدعوى أن رئيس الوزراء يعمل على إنهاء تفشي الجائحة بينما يواصل المحتجون مظاهراتهم. وخلال 24 ساعة الماضية أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6004 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز الإجمالي 429,000 حالة. أما حصيلة الوفيات فقد ارتفعت إلى 3384 حالة. ومزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأستاذ العبري الحديث والفكر الصهيوني بجامعة الإسكندرية وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد. دكتور أحمد، حجم التظاهرات على الأرض إلى أي مدى هي مؤثرة على حكومة نتنياهو؟ يعني الحجم طبعا يراعى فيه الوتيرة، الوتيرة شبه يومية ضد نتنياهو، وفي هذا الإطار يراعى أيضا حجم العنف.
المتظاهر يلجأ إلى العنف حين يشعر أن هناك حائط مسدود أمامه وأن هناك أذن صماء لا تسمع نداءاته. هذا هو ما يحدث بشكل شبه يومي مع عشرات المعتقلين على يد الشرطة. هذا أمر ومؤشر يدل على أن هناك انسداد في التواصل بين الشارع وبين نتنياهو. هذا أمر يضاف إلى أمور أخرى منها الانشقاقات التي يعاني منها داخل حزب الليكود. تفضل فضل فضل. الانشقاقات تضاف للمظاهرات وطبيعة المظاهرات ووتيرتها وكذلك التعامل مع الكورونا. التعامل مع الكورونا أيضا محل سقط الأولويات في إعطاء الماسك محل جدل، الإغلاق وشكله محل جدل، وهو ما يصفه عضو الليكود السابق جدعون سعر بأنها فضيحة. هذا أمر يدل على أن الأمر متفاقم في التعامل مع الكورونا. هناك طب يا دكتور احمد يعني دائما ما كان ينجو نتنياهو من هذه الاحتجاجات والامور التي توجه له انتقادات فيما يتعلق بسياساته الداخليه او خارجيه، هل هذه المره سينجو منها نتنياهو ايضا؟ يعني هو طبعا لديه دوما طوق نجاه في اللحظه الاخيره ودائما ما يطلق صيحات ذئب ذئب ليلفت الانتباه عن العاصفة الحقيقية التي قد تودي بها إلى السجن. هذا أمر، إنما في الواقع السعي الدؤوب لمنفعة شخصية في هذا الوقت الحرج على مستوى العالم بأكمله محل سقط. يعني الأمر أن تخوض انتخابات رابعة خلال عامين وهذا مصحوب بمزايدات وانشقاقات ودعاية، هذا أمر مكلف أيضا اقتصاديا على المجتمع الإسرائيلي لمجرد مصالح شخصية تتعلق بإفلاته من العدالة ونجاته من ملاحقته بتهم الفساد. هذا الأمر يعني جلي بشكل أوضح من ذي قبل، ولم تنفع نتنياهو الدعايات والاتفاقات السلام التي أبرمها مؤخرا. طيب الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العلم الحديث والفكر الصهيوني بجامعة الإسكندرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أشكرك جزيل الشكر. بس مشاهدينا الكرام، بهذا نصل لكم إلى ختام هذه الفترة من النيل المباشر. غدا يتجدد معكم اللقاء وموضوعات أخرى نفتحها معكم. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.